نحن بصدد تدشين وحدة فندقية جديدة، وهي إضافة نوعية الوحدات الإيواء السياحي، خصوصا التي منها تتموضع على الرياضات البحرية. هذه وحدة يعني هي إضافة نوعية للجهة الدخلة والذهب، وهي يعني بمعايير جودة ذات يعني مستوى ممتاز. ونحن اليوم بمعية الوفد المرافق السيد الوالي من أجل تدشين والتعبير يعني عن يعني المساندة، والتعبير عن يعني التشجيع لهذا النوع من الاستثمارات، اللي يعني هي مستثمرات تخلق فرص شغل، تخلق قيمة مضافة، وتخلق وكذلك تساهم في تجويد جاذبية جهة الدخلة والذهب كوجهة سياحية متميزة على الصعيد الوطني. يعني بهذه المناسبة يعني احنا يعني لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني نشكر السيد إدريس السنوسي الذي هو مستثمر عبر عن يعني عن تعلقه وارتباطه بهذه الجهة، وكذلك يعني هو مستثمر يعني أضاف فعلا قيمة مضافة لهذه المنطقة عن طريق مشروع الدخلة التوتيد الذي هو مشروع رائد، ومشروع ويست بوينت، ومشروع اليوم مشروع الدخلة كيدز أو بيكا 25 اللي هو يعني مشروع متميز وإضافة نوعية للسياحة بهذه الجهة. البطولة العالمية للرياضات البحرية هي موعد يعني كل سنة يعني يزيد من جاذبية الدخلة ويعزز مكانتها كوجهة سياحية للرياضات البحرية وكوجهة سياحة للسياحة الشاطئية بشكل عام. Nous sommes à l'hôtel PK25 d'Akhla qui vient d'ouvrir et nous avons eu l'honneur et le plaisir de l'inaugurer avec Monsieur le Wali et les autorités locales. Cet investissement est un projet éco-responsable. C'est la volonté que nous avons eue lorsque nous avons commencé la construction et la conception. Il comprend 32 bungalows. Un restaurant et puis une base nautique qui permet d'assurer le développement du kitesurf à Dakhla avec une clientèle un peu plus haut de gamme que celle auquel Dakhla est habituée. Alors la valeur ajoutée de cet hôtel, c'est d'abord qu'il est situé dans l'un des meilleurs spots du lagon et qu'il il est dans un style qui rappelle l'artisanat marocain et le style marocain. Donc nous avons voulu faire la promotion aussi de notre culture marocaine à travers nos investissements. Et puis le niveau qualitatif est poussé vers le haut pour justement accueillir une clientèle plus aisée et qui aspire à avoir à la fois les conditions de sport mais aussi un confort adéquat. Eh bien, nous sommes ouverts. Notre hôtel a connu un très grand succès depuis son ouverture. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à vous accueillir et nous vous recommandons la destination, évidemment. واليوم شفتوا الافتتاح ديال بيكا 25 اللي هو اوتيل ديال كايت سيرف اللي غادي يعطي امكانيات كبيره للناس اللي تيجيو باش السواح اللي تيجيو للكايت سيرف، ومبني من ناحيه البيئه تو سكي ديفلوبمون دورابل. وهو هذا الاوتيل تيبين بان كاين واحد لاتراكتيفيتي بور لو كايت سيرف في الداخله لتعطي هذا الإشعاع السياحي على المستوى العالمي. سيعطي قبلة سياحية لمدينة الداخلة، وهو مشروع إيكولوجيك من قبل كان مشروع ويسموانت، وهذا ثاني مشروع اللي هو إيكولوجيك على لاغون من بعد الداخلة أتيتيود. دونك هذا المشروع هذا كيزيد
واحد القوة الاستيعابية لمدينة الداخلة من الجانب السياحي على المستوى على مدينة مستوى مدينة الداخلة التي تمتاز واحد نوع السياحة الفريد من نوعها. هذا المشروع هذا سيعطي قفزة نوعية لمدينة الداخلة من ناحية المجال السياحي وتوفير الشغل بالنسبة للناس والساكنة المحلية. والحمد لله كاين واحد توافق وواحد الاندماج ديال الساكنة مع الناس اللي هما خارج المدينة. ورغم هذا الاكتضاد اللي موجود حاليا على الطيران اللي هو كان صعوبة باش يمكن لك توصل دابا لمدينة الداخلة، خاصك لا ريزيرفاسيون ديرها واحد دو سيمين ولا او بليس واحد الشهر عادي يمكن لك تلقى باش تجي يعني في الطيارة. ولكن هذا الاكتضاد هذا كيساعد المدينة على الترويج لا الخضروات لا المبيعات والمشتريات، يعني الأسواق كلها ديال مدينة الداخلة كتستافد من هذه السياحة هذه اللي هي سياحة الحمد لله كاين واحد الطلب على مدينة الداخلة.